فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: ثم اختلف هؤلاء هل يمنع من التذكية بسائر العظام عملا بعموم العلة، على قولين في مذهب أحمد وغيره. نعم. وعلى الأقوال الثلاثة ثم تحدث. نعم. قال: على الأقوال الثلاثة قوله صلى الله عليه وسلم: أما الظفر فمدى الحبشة، بعد قوله سأحدثكم عن ذلك، يقتضي أن هذا الوصف وهو كونه مدى الحبشة له تأثير في المنع، إما يكون علة أو دليلا على العلة أو وصفا من أوصاف العلة أو دليلها. والحبشة في أظفارهم طول فيذكون بها دون سائر الأمم، فيجوز أن يكون نهى عن ذلك لما فيه من مشابهتهم فيما يختصون به. هذا هو الظاهر، أنه نهى عن التذكية للظهر لأنه مدى الحبشة، ونحن منهيون عن التشبه بهم لكونهم كفارا.